في أقصى الجنوب الجزائري أدرار، خزان من حفظة القرآن الكريم، وحيث لا يكاد قصر من قصورها يخلو من مدرسة قرآنية أو زاوية تصدح فيها حناجر روادها بالذكر الحكيم. هنا المدرسة القرآنية التابعة لزاوية الشيخ سيدي إبراهيم إدوعلي بقصر عباني ببلدية فنغيل في ولاية أدرار. لا شيء تلوكه الألسنة ها هنا أكثر من القرآن الكريم. أهلا بكم مشاهدينا إلى قرآن يتلى أنا الليل وأطراف النهار. عادت لنا بكم في ذا اللقى الروح، فالكل محتفل والقلب مشروح، أبقى الإله لنا معروف مفخرة، فكلنا منه بالقرآن موفوح. منه الجزائر في شنقيط مورقة، منه الجزائر في شنقيط مورقة، لها مع الدهر تمجيد وتسبيح. وهذه الزاوية أسست على التقوى، وأسست من أجل تعليم القرآن الكريم والعلوم الشرعية، ولله الحمد إن زاويتنا تتمتع بطلبة من دول الساحل. والحال أن الزاوية هذه صارت مقصد الزوار وطلبة العلم من داخل الولاية، بل وحتى من خارج أنحاء الوطن. أنا طالب من الصحراء الغربية، جيت عاد لي 9 أشهر، الحمد لله راني تحصلت على 30 حزب، ورانا نشكروا الحاج معروف، نشكروا جميع اللي قايمين بينهم في الزاوية، والحمد لله رانا كل شيء بخير وعلى خير. رونا هنايا القرآن الكريم، ونخرجوا من هذه الزاوية حافظين القرآن، حاملين القرآن، القرآن الكريم. هدف تبتغيه زاوية الشيخ سيدي إبراهيم إدوعلي بأدرار، لتبقى نموذجا للمدارس القرآنية التي حملت على عاتقها مهمة تحفيظ القرآن ونشر العلوم الشرعية، ليس في الجزائر فحسب، بل في عدد من دول الجوار.